سلام على كل واحد راهو يتفرج فيا، ونقولكم مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا هانيين وتكونوا مرتاحين يا رب. في الفيديو تاع اليوم راح تشوفوا معايا وصفه واحد المسكوتشو بنينه تهبل، ولا مسكوته كيما نقولوها احنا في الشرق، وواحد الوصفه تاع واحد لاباط ما نعطيها لكمش كامله، بصح دوك نقول لكم كيف ما هدرتها. هاد لاباط هي نورمالمون لا غسات تاع اي نوع تاع فوكاتشا، هي تاع واحد النوع تاع الفوكاتشا، بصح انا عاد ندير به بزاف حوايج ويجي بنينه تهبل. واش درت؟ 125 مليلتر تاع ماء دافي، زدت له 125 مليلتر تاع حليب دافي، وزدت لهم 40 مليلتر تاع زيت زيتونه ولا زيت نورمال. ومن بعد نحطوا لهم الفوق 400 غرام تاع فارينة، عندنا مغرف كبيره تاع سكر، ومغرف معمره مليح تاع خميره الخبز، ونص مغرف تاع ملح نحطوها على الاخر. بعد ما تخمر، هنا راهي خمرت معايا المره الاولى، نبسطها بيدي فوق البلاط وراح يدخل للفور. وراح نديرها بنوعين، راح ندير نص كي شغل الفوغاس، بيتزا فوغاس تجي خشينه ومنفوخه وطريه، راح نزينها بالليزونشوا والزيتون، ومن بعد نحط لها من فوق لوريغان. والنص اللي من هيه راكم تشوفوا فيه درك، تشوفوه درك، نحط له شويه زيت زيتونه، ونحط له الزرارع من فوق اللي هو سينوج وجيجلانيه. الحاسولين شريت لابوات فيها كاكا زرارع، نحطها فوق النوع، فوق اي نوع تاع خبز نديرو. هنا راني نحط في لوريغان بعد ما حطيت لي زونشوا والزيتون، ومن بعد نحط لها خويه تاع زيت زيتونه، ومن هي حتى انا زيت زيتونه راني نمسح فيه مليح فوق الخبز. ومن بعد درك نحط الزرارع تاعي اللي قلت لكم عليه. السر نتاع الخبز هذا باه ينجح لكم ولا لاباط هذه، هو لازم تعطيوها حقها مليح في الخمور. نزيدو نحطوها تخمر هنا المرة الثانية. هنا راهي بعد ما خمرت الفور راني سخنته ديجا، راهو سخون على 180 درجة، تحطوها طيب على 190 كاكا 180 درجة لمدة 20 دقيقة 25 دقيقة تكون واجدة. وهنا بعد ما طابت البيتزا هذيك درت لها شوية تاع فرماج ورشيت عليها شوية تاع لوريغان، وما تاكلوا بالصحة. وهذا النهار درت شوربة فريك مع البيتزا هذه والخبز. وهنا حبيت نقصها قدامكم باش تشوفوها واش طريه واش بنينه. صدقوني جربوها ورجعوا لي بالخبر. راني ديجا درت معاكم بها في الفيديوهات اللي فاتوا، درت لكم بيتزا سومبولا وايفوكاتشيني اللي هما فوغاس صغير. خلاه كان الفيديو هذا تاع ايفوكاتشيني من الفيديوهات الاولين في لاشين. دوك من بعد ان شاء الله نحط لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في لي كومونتير. بعد ما شفتوا لاغسات الاولى وكيف ما درت الخبز وبيتزا ومنطون فوغاس، تقدروا تقولوا ماهيش بيتزا هذه، درك نروحوا للوصفه تاع الكيك اليومي ولا مسكوته باللي بيبيت دو شوكولا. نبداو بسم الله. نحتاجوا فيها 4 بيضات، حطيت معاهم شويه تاع لافاني، زدنا لهم 180 غرام تاع سكر عادي والقرصه تاع الملح، نخليهم يتخلطوا مليح. بعد ما يتخلطوا نزيدوا لهم 120 مليلتر تاع الحليب و180 مليلتر تاع الزيت. وبعد ما يتخلط الزيت والحليب نزيدوا لهم 350 غرام فارينه ومعها 14 غرام تاع خميره الحلوى. وكي تتخلط مليح الفارينه نزيدوا على الاخر خلاص 80 غرام تاع حبيبات شيكولا ولا لي بيفيت دو شوكولا، وسي بون الكيك تاعنا راه واجد. وانا كيما بديت نخدم في الكاطو وبعد حطيت الفور تاعي راهو سخون على 180 درجه، المول ادهنوه بالزبده
وديره بالفارينة، رشوه بالفارينة، بعد صبوا الكيكة تاعكم هذه في المول وخليوها طيب على 180 درجة لمدة 30 توصل حتى 45 دقيقة. وهنا بعد ما طابت القطو وداعي، شوفوا الله يبارك كيفاه طلعت، وراني قلبتها هنايا. ودركا التزيين كيما تحبوا نتوما، تقدروا تغبروها بشويه تاع سكر غلاس، تقدروا تذوبوا شيكولا وتحطوها كيما تحبوا ديروا. انايا درت شويه تاع نوتيلا في لابوش عدوي وزينتها كيما راكم تشوفوا في الفيديو. صدقوني تجيب لينا تهبل، وكي تزيدوا تحطوا لها من فوق النوتيلا ولا الشوكولا ما نحكي لكمش. جربوها ونستنى تطبيقاتكم كيما ديما ان شاء الله. وبهكا نقولكم الفيديو تاعي راهو قرب يفض، ان شاء الله يكونوا عجبوكم لي غوسيت تاع نهار اليوم، وان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم. نستنى تطبيقاتكم كيما مارفين، تبعتوها لي في الماسنجر وتواصلوا معايا في لاباج فيسبوك تاعي فافا تيراميسو، حتى في الانستغرام تاعي تانا فافا تيراميسو. انا نقولكم اذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك، ابونيو في لاشين باه يوصلكم كل جديد. انا نقولكم قاوة الاخير، تشاو تشاو.